أيام أعلنت القنوات في الجزائر وفاة الجنرال ديب مخلوف وعزاه تبون وعزاه قائد الأركان، لكن ولا واحد يعرف من هو ديب مخلوف، ولا واحد يعرف الآن لحد من هو ديب مخلوف. ديب مخلوف هذا كان هو رئيس الحرس الجمهوري في وقت الشاذلي بن جديد، والشاذلي بن جديد كان لا ينوي تقديم الاستقالة، عندما أجبر على الاستقالة كان لا ينوي تقديمها. لماذا؟ لأنه كان يعتمد على أن ديب مخلوف رئيس الحرس الجمهوري سوف يدافع على الجمهورية وعلى الشرعية. فعندما سئل، عندما سأل الشاذلي وقال لهم ديب مخلوف هذا راه معاهم ولا راه معايا، عندما قالوا له إنه أصبح في الصف الآخر، عند ذلك قدم الاستقالة، لأن المفروض أن رئيس الحرس الجمهوري بمكانته وقانونه وصلاحيته أن يردع كل من تسول له نفسه أن يتقدم إلى رئيس الجمهورية وأن يلزمه. أما الآن نادي توفى تخلى عن مسؤوليته وأجبر الرئيس على أن يقدم الاستقالة. نحن عندما نتحدث ونتكلم واللي يتكلموا في الداخل وفي الخارج ليسوا أعداء أبداً أبداً، ليسوا أعداء. هؤلاء لهم حرقة على بلادهم، يريدون أن يتمتعوا بحقوقهم. وأنا أقول لكم والله لو أن النداء تم بعد أيام وكيلة سوف نمحي جميع المتابعات القضائية، وسوف نمحي كل الأشياء ونعيد المسألة من جديد وندير حل سياسي كله. أنت لما يجي واحد سياسي يقول تمشي معايا ولا ما كاش، طيب لما يقول تبون أنا نشوف الخط الوطني، ما هي الوطنية يا تبون؟ ما هي الوطنية؟ عرف لي الوطنية. وتقول لازم نراجع الأحزاب في الدول المتقدمة اللي تعرف الأحزاب، الأحزاب معروفة تتأسس بالإخطار، ما تجوز لا على المخابرات وما تجوز لا على وزارة الداخلية ولا هم يحزنون. إنسان عنده فكرة، مجموعة عندها فكرة، عندها برنامج تتصل بالشعب، إذا أعطاها الشعب أهل وسهلا. أنتم ديروا وصايا على الشعب الجزائري، ديروا وصايا، القاعات ما تمدوهاش، الاجتماعات ما تمدوهاش، المظاهرات ما تمدوهاش، الوقفات الاجتماعية ما فوهاش، الاحتجاجات مش موجودة. الاستقرار هذا ليس استقرار، هذا خنوع، تريدون أن يكون شعبا خانعا ذليلا لا يتكلم. وكلا لا نقبل بهذا، والعقلاء لا يقبلون ولو قل، ولو قل لا يقبلون المنية ولا الدنية، المنية ولا الدنية. ما تستعبدتم الناس وقد ولادتهم أمهاتهم حرام. أنت تكلمت تبون تفضل، شنقيحة يتكلم يتفضل، صح أنا أيضا نتكلم، غيري يتكلم، داخلي يتكلم، الخارجي يتكلم. شو الوصاية هذا على الشعب الجزائري؟ انتو ما تنظموا الأحزاب، خلاص ذهب، ما بقاش قضية أحزاب. أين هي؟ أين هي المجالس هذه تاع الغرفة الأولى والغرفة الثانية؟ أين هم؟ هم على شط البحر، والشعب يتضمر، والشعب يفتقر، والشعب يحاري من الناموس والماء والمياه القاعدة. أنا قلت لكم بكل صراحة، يجي تبون أنا نوري له في الجزائر، نديه قوة بقوة، نوريه الزبل من راح. هذه مش المرادية ولا الاخرين، ذلك النوار وقالين لك كذا، انا نوري لك وندي معايا شنقريحة نديها انا بذاتي للمراكز نتاع السكنات العسكرية، ونقول له واش ياكل واش يشربوا وكيفاش ندير التمييز، واحد ياكل افضل والاخر ما ياكلش. باستطاعتنا نديروا الشيء هذا،
خدمة الشمس والإعلام هذا مسؤوليته أمام الله ثم أمام التاريخ، والله غير مسؤولية عظيمة جدا لأنه يسهم في تضليل الرأي العام. شوفوا التلفزيون تاع الجزائر نشرت الأخبار تشوفوها، صيبوا دائما ميكروفون واحد مكتوب للجزائرية ثلاثة ولا الجزائر واحد، الآخرين في الدول الأخرى تصيب عشرة، معناها هذه حتى الاستجوابات داخلة في باب الدعاية. قال اسمع غدوة راه نحنجيوك، غدوة في الطريق، غدوة في البلدية، غدوة في كذا، رانا نديرو معاك انترفيو وحده. هذه دعاية مش إعلام، هذه تضليل للرأي العام، تزييف للرأي العام.